تفقد محافظ درعا محمد خالد الهنوس واقع العمل في مطحنة اليرموك في المدينة، كما تفقد إنتاج رغيف الخبز في مخبز درعا الأول وأعمال ترميم المخبز. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. قام محافظ درعا محمد خالد الهنوس بجولة تفقدية إلى مطحنة اليرموك في المدينة بهدف الاطلاع على واقع إنتاج الدقيق ومدى مطابقته للمواصفات المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدى توفيره للمخابز الحكومية والخاصة. طبعا هذا صار بجهد من الحكومة وبجهد من وزارة الإدارة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة اللي كان كمطحنة، وسبق قبل الوصول لهون كنا بزيارة أيضا للمطحنة، وخاصة نحن المطحنة عندنا في مكان تقع على خط الصد مباشرة، أي قذيفة بتطلع دائما بتكون في القرب من المطحنة، حيث المطحنة لا تتعدى بحدود 100 متر عن المجموعات المسلحة، ويقوم فيها وتنفذ الأعمال فيها بشكل جيد في خط إنتاج واحد معدل 50 طن يوميا. مطحنة اليرموك بالرغم من موقعها على خط التماس مع المجموعات المسلحة إلا أننا استطعنا إنتاج دقيق وفق تعليمات الشركة العامة للمطاحن وتعليمات الوزارة بتخفيض نسبة الاستخراج إلى 80% وفق دقيق وفق أفضل المواصفات السورية، وهذا كان بسبب التعاون الكبير وسهولة الأمر الذي كان يوفر لنا نسور بواسل الجيش العربي السوري في هذا المكان الصعب. كذلك هناك في تنسيق دائم بين المطحنة ومديرية التموين ومديرية المخابز على متابعة الدقيق الآتي من فرع الشركة العامة للمطاحن وكذلك الخارج من المطحنة للمراقبة في الأفران لمنع عمليات الهدر. كما تفقد المحافظ إنتاج رغيف الخبز في مخبز درعا الأول وأعمال ترميم سقف المخبز، لافتا إلى أن انتقال المخبز من إنتاج الخبز الأسمر إلى الأبيض هو نتيجة جهود جماعية للوصول إلى تقديم رغيف الخبز ضمن مواصفات متميزة.